مساءكم جميع اصدقائي، اليوم رح اكون معكم بسلسله جديده في عالم الذكاء الاصطناعي. طبعا اليوم رح يكون الدرس الاول في هي السلسله، رح تكون عباره عن دروس قصيره بكثير قصص مهمه في عالم الذكاء الاصطناعي، اضافه لانه رح نحكي عن كثير مواقع مهمه في هذا المجال، سواء كان من جورني وكثير مواقع مهمه سواء كان في عالم طبعا التصميم او في عالم الصور او في عالم الفيديوهات او حتى في عالم البرمجي. طبعا هاي السلسله رح تكون ان شاء الله سلسله قصيره، بكل فيديو رح نحكي فيها عن موضوع معين. خلوكم معي وخلونا نبلش. اذا يا جماعه كثير بيجيني اسئله منكم اليوم، كيف نحن بدنا نولد الكود من صوره؟ طبعا كثير منكم او كثير اشخاص منكم ما عندهم الطريقه او ما عندهم الدرايه الكافيه في كتابه الكود، وهذا الشيء طبعا بيكون عن خبره. فلذلك جبت لكم موقعين كثير حلوين. طبعا هذا اول موقع، هو موقع يعتبر من المواقع السريعه جدا في اظهار الكود، وفي عندنا طبعا كمان موقع ثاني وهو عباره عن اضافه. طبعا هي الاضافه كمان كثير قويه، وراح نشوفهم اثنيناتهم سوا ونشوف الكود المكتوب فيهم اللي رح يظهر معي، وهل رح عن جد رح يكون مطابق للشيء نحن عم نبحث عنه او لا. طبعا رح ننتقل للموقع الاول سريعا. الحلو بالموقع الاول مباشره بيقول لك من هون drop your file، طبعا رح نضغط على هذا الزر ورح نجيب هي الصوره اللي طبعا نحن حابين نجيب الكود الخاص فيها. طبعا هيك صوره كثير صعب نحن نعرف الكود الخاص فيها، حتى انا وقت كتبت هذا الكود ممكن لقيت شوي صعوبه انه عملت اكثر من تجربه فوصلت للكود نوعا ما اللي بدي اياه، ولكن هي الصوره انا ممكن اكون سحبها عن طريق الانترنت او ممكن اكون سحبها باي مكان، فانا رايد جيب الكود تبعها او جيب الطريقه اللي تم فيها كتابه الكود. طبعا ما رح يعطيني الصوره اكيد 100% نفسها، ولكن رح يعطيني كود قريب كثير لهي الصوره. طبعا اول شيء رح يعمل هون رننج للكود، ورح نستنى شوي صغيره لحتى نحصل على الكود. اذا يا جماعه طبعا بعد ما عملنا توريد للكود لقينا انه طلع عندي الكود اللي انا حاليا رح انسخه واحطه على موقع كثير حلو، هو موقع ميد جورني. ولكن قبل ما ننتقل للميد جورني خلونا نجرب الموقع الثاني اللي موقع انا برايي افضل من هذاك الموقع بكثير، لانه بيعطيك تفاصيل زياده صراحه، وحتى بيدخل بالستايل اللي تم فيه كتابه الصوره وقصص كثيره. طبعا هذا الموقع طريقته كثير بسيطه بتشغيله، عباره بس لازم نشغل، طبعا عندي انا هون ثلاث ازرار رح نعمل لهم بلاي لكلياتهم، وطبعا نرفع الصورة. خلينا نعمل لهم بلاي ونرجع للموقع. اذا بعد ما انتهينا من تشغيل الكود طبعا بيطلع عندي بقى هاي النافذة، من هون نحن رح نعمل تحميل للصورة، فرح نضغط على هذا الزر ورح نختار تحميل الصورة ورح نقول له طبعا submit. طبعا ما ننسى انه في عندنا خيارين paste و fast، طبعا رح اختار خيار paste اللي هو بيعطيني بقى اكثر من مثلا 16 كلمة او اكثر، مثلا رح نقول له من 20 كلمة، طبعا هو حسب ما يشوف الافضل، احيانا ممكن يطلع اقل ولكن ممكن نقول له 20 كلمة لوصف لهي الصورة. طبعا رح اقول له انا هون submit ورح نستنى الاوتبوت. اذا طبعا تم كتابة الكود هون، رح نعمل لهذا الكود حاليا كوبي، رح ننسخ هذا الكود ورح ننتقل سريعا طبعا لبرنامج الديسكورد. اذا يا جماعة انتقلنا حاليا لبرنامج الديسكورد عن طريق طبعا ميد جورني، ورح نختار من هون طبعا ماجن ورح نقول له طبعا تخيل هذا الكود للبوستر اللي انا كتبته. طبعا فيكم بس بالاخير تضيفوا شي خطين V4 اللي هو انه يكون على الاصدار الرابع لهذا البرنامج طبعا، وفينا كمان نضيف شي خطين Q2 اللي هو انه انا بدي اياه طبعا بكواليتي عالي جدا، فينا نعمله كمان 5 اذا حبينا اللي هو اعلى كواليتي موجود عندي بالميد جورني. رح نقول له موافق ونستنى النتيجه من البرنامج. إذا يا جماعة بعد ما انتهينا من كتابة الكود تم توليد مجموعة من الصور، أنا اخترت منهم هاي الصورة. طبعا رح يكون في عندك مجموعة كتير كبيرة من الصور، حاول تختار الأقرب للنتيجة اللي أنت طبعا أعطيته إياها. إذا رح نلتقي في فيديو قادم إن شاء الله، وكمان رح يكون في عنا إن شاء الله معلومات كتير حلوة باستخدام الذكاء الاصطناعي.